سابقا ان غادي يتم الايواء ديال الباعه المتزوجين في هذا السوق ما كاين حد عمليه الاحصاء وسمعنا ان راه قريب وجاو كيديروا التهيئه للسوق ومن بعد سمعنا عاوتاني الامور عادت الى مجراها يعني السابق وكان شيئا لم يكن. هادشي اخويا راه شوف هادشي راه عرفتي من فوق شوف وحنا تنهضروا على هذا الموضوع ديال هذا السوق راه من 2017 وحنا في 2024 ومازال ما كاين حتى حاجه. انت كتشوف كل شيء على ارض الواقع. حيدوا العشوائيه من اللي ردوا العشوائيه لواحد الجهه. هذا السوق هذا واخا كنتي كتبني معلامه مسجد ديال الحسن الثاني الله يرحمه ما خداش هذا لوطون اللي خدا هذا المارشي. تصور من 2017 ل 2023 وحنا مقبلين على 2024 وعودات كاذبه. الناس ما خداماش ما كاينش شي حاجه ديال هذا الاسباب ديال التعطل. تصور انت راه قول شحال باش طايح هذا المارشي هذا قول بشحال طايح مليار و760 باش طايح هذا اللي كتشو دابا هذه مليار و760 واش كتبان لك انت الاخ واش الاخ كتشوف انت هاد السوق غادي ياخذ التكلفه ديال مليار و760 بهذه الحاله هذه راه كاين فساد راه دفتر التحملات وهادشي الانجازات وهادشي المشاريع خاص تكون مجبره بالمحاسبه والمتابعه من طرف وزاره الداخليه نعرفوا الفلوس ديال الشعب فين كتمشي. علاش ما نبنيش انا هاد المارشي علاش ما نبنيهش من الديبار موهيكال بلي نورم ديالو بكل شيء ديالو علاش نجلس انايا ندير واحد السوق اللي ما فيه حتى شي حاجه اللي كتعبر انه سوق. علاش واش عندنا حنا نقص في ديزانجينيور ماشي اذكياء باش كنبنيو السوق المتزوجين في البساتين وخويا راه تيتزايدوا راه شي تيتوالد راه في 2017 كانت 180 فراش ديك الساعه اللي كانت تحصات في شارع نابلس. كان ديك الساعه مازال شارع بن شقرون خاوي ما فيهش الفراشه. كانت ديك الساعه قليل فاش تبنى هذا ديال 2017 كنا كتبنا عليه هدف تبنى في 2019 من ديك 2017 ل 2019 في ديك دوزون ولا العدد وصل 300 قول 270 ولكن 200 يقولوا 300 يعني كافي يوم هذا السوق هذا ولا العدد تزاد هي فين طالبنا بالتوسيع ديال السوق اللي غيهز هاد فعلا راه غادي يكفيهم راه ضربوا دابا سالوا العمليه ديالهم داروا احصاءات ديالهم داروا كل شيء ولكن فجوا الناس يطلعوا انت تشوف الحاله انت كتشوف الواقع. شنو كتقترح دابا باش نخرجوا من هذا؟ كنطلب من السيد عامل عماله مكناس كنطلب منه بانه يتدخل في هذا الموضوع ويفك هذا المشكل. قرار اصلا ما خصهمش يكون قانونيا من الديبار هادشي خصو يتحيد. الملك العام تيبقى ملك العام وتكون واحد الصرامه وواحد القوانين وواحد العقوبات الجزريه. هذاك المخزني نعطيه دفتر ديال الغرامات ندير مخالفه كاع انا البنادم اللي لقيته تيبيع في الطريق هكا مخالفه وقانوني داك الشيء وعندنا اسواق ديالنا هكا من الاول خصو يكون هذا الشيء مبني الساس خصو يكون هكا ولكن حنا غراقين في الفساد. ملي جينا نوليو للساس باش نبنيوه لقينا صعوبات. هاي الكاريزما ديال الامن كتهرس غدا واحد كياخذ ديك النظره كل شيء كياخذ بان المخزني متعدي السلطه تتعدى يا ودي راه انتوما السبب اللي خليتوا هذاك المخزني كيتقاتل هو وداك البائع. الناس انت اللي طيحت انت اللي خليتيه في هذاك الموقف. كون كنتي انت مهيكلو باني المارشيات وهادي هاد الموظف القوات المساعده راه عنده كيتدخل في عده مؤسسات هو ديما تلقاو مع الدرك تلقاو مع رجال الامن عندهم بزاف د المهامات ماشي خاص هو خارج داير سبيسياليتي غير الكرارس راه كيتعرض للاعتداءات يقدر يتعرض للاهانه راك عارف خدمه السلطه.